إذا كل نهار جمعة على الحياة فهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بمستمعينا الأفاضل، مستمعي إذاعة الحياة فهم القيروان للصحة، في برنامجكم المفضل إضاءات، كما عودناكم يعني في هذا الزمن الذي يمتد من الثانية والنصف إلى حدود الرابعة مساء، حصة جديدة متجددة في برنامجكم إضاءات بعنوان علاقة السنة بالقرآن. ولما نتناول مثل هذه المواضيع حتى نتبين وبعمق أولا يعني بعض المفاهيم التي يمكن أن تكون غائبة عن مستمعينا، ثم سنتبين بدقة هذه العلاقة يعني التلازمية بين القرآن والسنة، خاصة وأننا في زمن نسمع فيه أن مجموعة كبيرة يعني تذهب إلى أن يعني تعتبر أنفسها من القرآنيين وتذهب إلى الانحياز إلى القرآن، وتقول أن يعني بمفهومها الخاص أن القرآن قد اشتمل على كل شيء ولا حاجة لنا في السنة. بطبيعة الحال هذا يعني كلام فيه جانب كبير من اللغط، جانب كبير من الخطأ، لذلك ارتأينا أن نتناول في حصتنا هذه في برنامج إضاءات علاقة السنة بالقرآن، واستدعينا في ذلك بطبيعة الحال أساتذة أكفاء، وأنتم تعلمون يعني أن سي خالد على قدر كبير من العلم فهو يعني إلى جانب أنه متفقه للتعليم الابتدائي والثانوي، التعليم الإعدادي والثانوي، فهو أيضا أستاذ باحث. مرحبا بك سي خالد. شكرا سي رز، مرحبا بكم ومرحبا بكل السادة المستمعين. وكذلك يعني أستاذنا الفاضل سي جمال السعيدي، وهو يعني غني عن التعريف، له باع وله شأن فيها في هذا باعتبار الاختصاص وباعتبار تدريس المادة. مرحبا بك سي خالد. كذلك نرحب بأخوتنا في الإخراج والتأثيث سي نوف الشرطاني، مرحبا بك، وكذلك سهيل سالمي، مرحبا بالجميع في حصتكم المفضلة علاقة السنة بالقرآن وفي برنامجكم هذا إضاءات. يمكن زادا أيضا لمستمعينا الأفاضل أن يتصلوا ويتدخلوا سواء للسؤال أو للإثراء عن طريق يعني الهاتف 70-035-120، نعاود 70-035-120. وقتنا أنسى همامي هي اللي تأمن هالمكالمات هذه والاتصالات. سيخر مرحبا. بداية ونحن نتكلم عن هذه العلاقة، بداية نحاول أن نضع النقاط على الأحرف ونحاول أن نعطي تعريفا لمصطلح القرآن، وفيما بعد سنتناول تعريف أيضا للسنة، لأن من هنا ننطلق يعني من هنا نؤسس يعني الحصة. الكلمة لك تفضل. شكرا سيد أزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الصادقين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين. في البدء تسمح لنا سي الأزهر وكذلك السادة المستمعين أن نترحم على كل الشهداء وأخرهم شهيدة القضية الفلسطينية شيرين أبو عقلة، ونقول كلمة في هذا المجال هي مواساة لكل الإعلاميين، لكل الصديقين، لكل الأحرار في العالم، ونحن في إذاعة ونحن في إذاعة الحياة. نعم. وأن الشهادة هي حياة. نعم. نعم. هي ستكون إن شاء الله من الأحياء الذين يرزقهم الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله ربي يرحمها ويصبر عائلتها الصغيرة والموسعة. نعم. وكل الشهداء والأحرار والخزي والعار بتبع لكل المتواطئين والمتبعين والتابعين والظالمين والمستكبرين في العالم. نعم. ووفاتها وفاة كل الشهداء، وما يحصل لهم هو رغم ظاهره المأساوي فهو بشارة خير على قرب زوال ونهاية إسرائيل ونهاية الظلم والفساد اللي هم السبب الرئيسي فيه. نرجع موضوعنا، موضوع العلاقة بين الكتاب والسنة، وبطبيعة منهجيا علميا لابد أن نعرف المفهومين الكتاب ثم السنة. الكتاب هو اسم من أسماء القرآن. نعم. الذكر والكتاب والفرقان والمصحف إلى غير ذلك من الأسماء الموجودة في الآية القرآنية، واللي تجتمع تقريبا كلها في كلام الله
فهو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وآله. والمجموع ولنا في مفهوم القرآن هو الجمع، كذلك الكتاب من بين دلالته أن يجمع، وهو ما يجمع السور القرآنية من الفاتحة إلى آخر سورة الناس، وهي السورة الخاتمة في ترتيب المصحف على الأقل في هذا الجمع الذي جمعه الخليفة عثمان، ولكنه أيضا هو جمع في بعض الروايات ما قبل هذه المرحلة. إذن فالقرآن هو بإجاز، حتى من صعبوش مثلا على الأستاذ المستمعين، هو كلام الله، والذي ثبت جمعه بعد تدوينه في المصحف المتداول بين كل المسلمين اليوم في العالم. السنة هي ما كان قولا للرسول صلى الله عليه وآله، أو كان فعلا أو تقريرا لأهل بعض الأفعال أو المواقف أو الحالات من الصحابة، والتي كان هو شاهد على ذلك أو بلغه فأقره. فالسنة والقرآن أو السنة والكتاب هما في النهاية أيضا في علاقة بالجانب التشريعي هما المصدران الأساسيان للتشريع الإسلامي، وربما نتوسع في هذا لاحقا. نعم إن شاء الله. شكرا. إذا يعني من خلال كلامك أقف على أن القرآن هو كلام الله المقدس الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. المتعبد بتلاوته، لأنه لا يمكن نتعبد بغيره. نعم. والمقول إليه النقل المتواتر، يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الموجود بين دفتي مصحف، أوله سورة الفاتحة وأخيره سورة الناس، آخر سورة الناس. بالنسبة للسنة النبوية كما كنت تقول سي خالد، يعني هي الأقوال والأفعال اللي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ربما الإقرارات. ولذلك هو يمكن نضيف لناس الأزهر بعد أنك في مفهوم السنة، إذا كان ربطها بالتشريع تولي هي من بين مصادر التشريع والاستدلال على الأحكام التشريعية والشرعية، وهي أيضا المنقولة، حتى مش نميز ربما بعدين ربما فصلوا ولا نزيد ندعمكم أكثر في مدلولها، هي ما نقل إلينا في هذا السياق سواء تقريرات أو أقوال أو أفعال، ما نقل بطريقة متواترة حتى تكون لها الحجية وأنها نستدل بها على بعض الأحكام وبعض المواقف. شكرا سي خالد. إذن السنة هي ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قولا أو فعلا أو إقرار. في بعض يعني علماء الحديث وثبت كان بطرق بتبع العلماء يفسرون فيها. نعم هذا المهم، أنه هي ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وإقرارات، ثم شكون يزيد صفات، هذا يعني في التعريف هذا شيء آخر أو تعريف آخر. نعم. المهم أنه نحن أو وقع الإجماع على أن القرآن والسنة هما المصدران الرئيسيان للأحكام. سي جمال، ونحن نتكلم عن هذا، إن كان لك في الإضافة في التعريف فبها ونعمة، وإلا ما معنى مصدر؟ يعني مصدر التشريع، المصدر الأول هو القرآن، المصدر الثاني السنة. مستمعين حبي يعرف شنو معناتها مصدر، فهمت؟ المصدر هو المرجع الذي نعود إليه لفهم شيء ما. مصادر التشريع هي مراجع التشريع، وكما هو متعارف عليها المصادر النقلية هي مصدر الوحي، القرآن والسنة والمصادر العقلية النابعة من الاجتهاد، يعني النص في مقابل الاجتهاد. بس هي معنى المصادر. استنى شوي قربوا شوية ولا هو دور شوي. نعم قربوا منك شوي. نعم بالنسبة للتعريفات، تعريف القرآن وتعريف اللي يسميه المناطق تعريف جامع مانع قد عرفته، وأنت قلت هو كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المعجز المتعبد بتلاوته والموجود بين دفتي المصحف، هذا هو التعريف جامع مانع ويمنع كل تعريف دخيل عليه. نعم. السنة من الناحية اللغوية من سنة يسن وسنة، وذا طريقة ومنهج. نعم. ودل على هذا التعريف وقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجره شيئا. هذه معنى السنة، من يضع منهجا فقد سن سنة، ماذا الناس سنة وتكون ملزمة بالاتباع. هذه في مستوى اللغة، في مستوى اللغة، في مستوى الاصطلاح الشرعي، كل ما نقل أو أثير عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو إقرار. القول ما صح هنا لابد أن تبقى إلى، هناك فرق أيضا يجب أن نفرق بين السنة والسير، هناك خلط يعني في أذهان الناس أو في سلوك الناس بين
سيرة الرسول التي ليست تشريعا، بس بالضرورة أن تكون تشريعا. الرسول كان يلبس جبة وعود أراك، هذه لن تلزمك كتشريع. ما نقل عنه من قول مقصود به الأحاديث التي صحيح والحسن المعمول بهم في مجال التشريع، ما نحكيش عن الحديث الضعيف والحديث يعني الموضوع. هذه أنواع الأحاديث، أنواع الأحاديث أقوالي صح من قول. والفعل عمله المرتبط بالتشريع، وهذا قد وضحته للتلاميذ. هناك أعمال لا علاقة لها بالتشريع، الرسول يدخل إلى يجد زوجته يغني فيبارك إلى آخره، ما يقوم به خارج دائرة التشريع لا يدخل في تعريف السنة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الفعل الذي يسن ويضع منهجا. إقرار الرسول هو سكوته عن فعل ما وسلوك ما رأيه فقد شرعه ما دام لم يرفضه ولم يعترض. شكرا سي جمال. سي خالد، حتى نقرب الصورة يعني من المستمعين الأفاضل، نوتي مثال مثلا للسنة القولية، السنة الفعلية، السنة الإقرارية مثلا، نوتي في ذلك أمثلة تقرب المفهوم للسادة المستمعين. يعني الأمثلة كثيرة، وهذه ربما توجرنا في بعض للحديث في طبيعة العلاقة بين القرآن والسنة. من السنن الفعلية أنه علم المسلمين كيف صلوا كما رأيتموني وصلوا، خذوا عني مناسككم. الحج والصوم والزكاة والصلاة وغيره، كل تقريبا كل العبادات، كل ما له علاقة بالأحكام التشريعية، لأنه هناك ما جاء مفصلا في القرآن ولا يحتاج، وإن كان يحتاج هو في حسب مستويات المتقبل بالطبيعة، يحتاج إلى بيان وتفصيل وتخصيص وتدقيق إلى غير ذلك، وثم ما جاء مبهم ومتشابه وهو. وهناك أفعال فعلها بعض الصحابة والمحيطين بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة أيضا نرجع لها في المصادر في المراجع. بعض الأفعال أقرها، لو كان ناخذ مثلا غزوة، وهي غزوة الخندق، لما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه يعني ماذا نفعل وقد أحاط بنا الأعداء، من بين الآراء التي قدمت له هو رأي سلمان الفارسي والمعروف بسلمان المحمدي. وكان سبب هذا التسمية أنه هو سبب الموقف والرأي الذي قدمه في المشورة كيف سيتفاعل المسلمون مع الأحزاب الذين أحاطوا بالمدينة وبالمسلمين للقضاء على الإسلام في عقر داره. فأشار عليه بفكرة الخندق، حتى أنه البعض قالوا يا رسول الله، وقد أجاز هو ذاك الموقف، قالوا هذا وحي من السماء وإلا هو الرأي والمشورة. هو الرأي والمشورة، ولكن وافق وطابق ولائم الموقف الأصلي والشرعي والذي يجب العمل به، وغيرها من الأفعال الكثيرة في مستويات متعددة، أحيانا في مسائل شخصية، أحيانا في مسائل سياسية اجتماعية اقتصادية فكرية، حتى في المسائل الشرعية التشريعية. نأخذ مثلا سي خالد، نأخذ مثال مثلا في السنة القولية، وهو لعله أنه يعني حديث متواتر وصحيح، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمر ما نوى، تقريبا وقع عليه الاتفاق على أنه حديث صحيح ومتواتر. أنا نريد أن نقف عند دلالة هذا الحديث. يعني كثر هم الذين يقولون نيتي كذا، فهمت، نيتي أنا كذا، فهمت، يعني يظهر شيئا ويقول نيتي كذا، والشيء الذي يظهره لا يتماشى مع الإسلام، فهمت، لا يطابق ربما، لا يطابق الإسلام ولا يطابق الدين، ويقول لا أنا رو في قرارة نفسي في النية متاعي، ما الأعمال بالنيات في النية متاعي رو يعني أنه شيء آخر. هذا ربما لحين ثم من العلوم المستجدة اليوم في مستجدة لحد ما في مسائل الفقهية والتشريعية، فقه المآلات هو عنده علاقة أيضا بالمقاصد. أنا قمت بفعل معين وكان قصدي خلاف ما ربما انتهيت إليه، أو على الأقل النتائج اللي وصلنا لها، ولا خلاف ما فهمه الناس. أنا في شغل لو أنا كنت نقصد كذا نيتي كذا، مش هاللي فهمتوه أنتم، ولا مش حتى هالنتيجة اللي وصلنا. ربما أحيانا إنسان يمشي في الشارع قصده يمشي في الشارع يمشي يحل مشكلة، لكن ربما هو يمشي في الشارع خلق مشكلة، توقف مثلا في مكان معين اللي هو ما عندهش الحقيقة فيه، وإلا ما كانش يزم يتعدى في الوقت ذاك إلى غير ذلك، فانتج على ذاك العمل لقدر لا حادث أو مشكل أو كذا كذا، فيقول أنا ما قصدتش، أو قام بفعل معين والنتائج كانت عكس ما هو منتظر أو مؤمل، فيقول أنا ما كانش نيتي كذا ولكن نيتي كذا. رغم أن الحديث هذا معنى فيه يحتاج إلى مزيد الدراسة،
كي نرجع لأنواع الحديث ومرات الحديث في مستوى. أنا فقط خذيناه كمثال يعني في شقرب الصورة في يعني ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل يعني ذكر أمثلة سيخال كثيرة وهي يعني كما إقام الصلاة صلوا كما يتم صلي حجة وقال خذوا عني مناسككم. في السنة الإقرارية لما بعث بمعاذ بن جبل يعني قاضي عن اليمن قال له بما تقضي معاذ عرض لك القضاء قال بكتاب الله قال له فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد في سنة رسول الله قال أجتهد رأي ولا آله لا أقصر أجتهد رأي ولا آله بمعنى لا أقصر نعم فربط على كتفيه وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. هنا أقر الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعرف أستاذنا على الاجتهاد يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقر معاذ على الاجتهاد معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو بنفسه مجتهد؟ كلمة لك. طبعا مدام أقر الاجتهاد يعني اللي حبيت نقوله هل إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله هو وحي يوحى من الله سبحانه وتعالى أم يدخل فيه اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه إشكالية مطروحة اليوم فنريد يعني أن نتكلم فيها لو باقتضاب. نعم طبعا الرسول شرع الاجتهاد وكأنه يعلم أنه بعد النص سيكون محدودا في أمه والحديث يدل على ذلك هناك مستجدات هناك يعني وقاع لا يمكن النص أن يستوفيها فالاجتهاد يكون هو الباب الذي ندخل منه لتطوير الشريعة والرسول كأن هناك سب يعني الفترة التي عاشها قد تحتاج للنص القرآن والسنة ولكن ما بعد لماذا سأله فإن لم تجد وكأن هناك وحي أو هناك توقع أن هناك أحداث تقع وتتطلب أن يكون الشريعة متسعة من حيث مصادرها فالتشريع يعني قبول بالاجتهاد ولكن لماذا لم يكن هناك اجتهاد على استراحة الرسول؟ الرسول لا يجتهد عن الوحي وفي اتصال مباشر مع الوحي هناك جواب مباشر هناك جواب حاضر عن طريق الوحي لو لم يكن هناك وحي يعني ذلك أن الرسول صلى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجتهد في الدين آنذاك اجتهد وإنما اجتهد في شؤون الحياة اجتهد الرسول في شؤون حياتية وثبت أن الخطأ وكان الوحي صحيحه اجتهد في كثير من الأمور الحياتية في حديث تأبير النخل نعم اجتهد الرسول نعم. وأدرك أنه لم يسلم وقبل اجتهاد غيره ولذلك قال أنتم أدرى بشؤون دنياكم يعني. اجتهد في سلوكه وقد أدبها القرآن عبس وتولى هو ابتعد عن ذلك الرجل الأعمى نوع من الاجتهاد أن يعني يهتم بكبار المشركين ويدع ذلك الرجل في هذا الاجتهاد سلوكه ولكن الوحي صح هذا الاجتهاد والاجتهاد هو ظني كما هو يحتمل الصواب والخطأ. شكرا سي خالد هل من إضافة في هذا خاصة في هذه المسألة هو مش إضافة فقط تفضل كلمة لك نعم يعني باش نقارب المسألة مقاربة علمية نعم ولن ثمة اختلافات بين الدارسين في المواقف يعني ما تمش موقف نهائي وحدي هل أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد مع نصوص في التشريع في غير التشريع هل أن كل ما كان يقوله الرسول صلى الله عليه وآله أو كل ما كان يفعله أو كل ما كان يقره هو كان باجتهاد منه أم كان بمباركة من الوحي باع الوحي بطرقه المختلفة ثم تذهب إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وجميع الأنبياء والرسل عليهم السلام ليست لهم مساحة للاجتهاد ولأن ربما هذه الإضافة النوعية ممكن نقدمها اليوم للسادة المستمعين على اختلاف مستويات السادة المستمعين نعم. من الباحث إلى الدارس إلى القارئ إلى الباحث يعني ثم قراءة تقول أنه الأنبياء عليهم السلام وظيفتهم الأساسية هي تبليغ ما يوحى إليهم نعم وكل أفعالهم وكل سلوكاتهم من أقوال وأفعال وتقريرات هي وحي بما في ذلك الأمور الدنيوية والفصل بين الديني والدنيا هو فصل منهج إجراء نعم في الحقيقة مثلا مش فصل نهائي مثل ما نقول إحنا وهي من الأخطاء أحيانا عند في الفهوم وفي الأذهان وخاصة عند بعض العامة أو حتى عند بعض الدارسين أن نقول هذا أمر دنيا وهذا أمر ديني وهذا دنيا هؤلاء هو فصل إجرائي لذلك حياة الأنبياء والرسل هؤلاء متحاملون احنا إيش قلنا هو كان باش نقاربوا المسألة مقاربة علمية ثم هذا رأي
وهذا رأي. نعم. وهذا عنده أدلته وهذا عنده أدلته، ويمكن نبحث في المسألة ربما نسبه أو نمشي في اتجاه معين خلاف الاتجاه آخر. أما يعني الآن للسادة المستمعين وإحنا نضيء على هذا الموضوع، وربما مازال المجال مفتوح لمازال بحث فيه والكذا. نعم. أنه راه ثم دراسات ثم بحوث تقول اللي جميع الأنبياء عليهم السلام ليست لهم مساحة للاجتهاد. هذا مش معناها تقصير من هم، لكن الله سبحانه وتعالى جعلهم مبلغين عنه حتى فيما يفسرونه فيما يبينونه من أحكام وتشريعات وغيرها، وحتى في المواقف في، ولذلك كانوا ينتظرون الوحي. من ذلك مثلا من بين ما يستدلون به في سورة النجم في قوله سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني كي ناخذ حتى في منطوق الآية لغويا وما ينطق عن الهوى، هذا راه في المطلق، يعني حتى كل ما ينطق به ليس مش عن هوى. وهو الذي قاله إني وأن دعبتكم فلا أقول ولا حقا حتى في المذاعب. نعم. حتى أنه في بعض المقولات أنه الأنبياء عليهم السلام ومن سار في مسارهم هزلهم جد وجدهم هزل. في مسائل أخرى أنه تقريبا لما ذكروا هزلهم جد وجدهم جد بالضبط وجدهم جد وهزل، لأنه حتى الهزل هذيك ربما الطريقة أو الوسيلة فالظاهر أنه هزل، لكن نراه المضمون والمحتوى والمقصد هو مقصد فيه من الجد والجدية والصدقية. ثم الحديث اللي تستند له بعض الدراسات وتقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد أو يخطئ أحيانا. بعض الدراسات تقول أن الأنبياء عليهم السلام، وهذا معروف عند الكثيرين بل ربما مسلم به عند الكثيرين، أن كل الأنبياء عليهم السلام معصومون من الخطأ من العصمة من المولى سبحانه وتعالى. نعم. وهذه ضمانة تبليغ الوحي وتبليغ الدين ما في حتى في حياتهم الاجتماعية اللي هي لا تخرج عن الجانب الديني باعتبارهم قدوة حتى في الجانب الاجتماعي. وربما تنعطوا مثال يقرب الصورة للسادة المستمعين. نعم. في حديث أبير النخل بعض الدراسات تقول أن الحديث غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ابن مكة ابن الصحراء وعاش بين المدينة وبين المدينة وبين الريف، وأي واحد عاش في الريف والمدينة في الحد الأدنى يعرف خصوصية يعني أنه للدرجة هذه أنه ما يعرفش أن النخل يؤبر، يعني اللي عاش في الفلاحة مع الزيتونة ولا مع اللوز ولا غيره من الأشجار المثمرة باعتباره ولد الفلاحة وعاش وشاف من اللي هو صغير، هي مسائل مسلمة. البعض يقول أنه الحديث هذا ربما وضع بين قوسين لإضفاء المشروعية للاجتهاد بمفهوم ما، لكن في الحقيقة هذا باش يوضع الرسول صلى الله عليه وسلم أو يوضع من قالوا بهذا القول يوضع الرسول صلى الله عليه وسلم في موضع الضعف والنقيصة والحاجة إلى الآخر، لكنه قدوة للجميع، هو يجب أن يكون قدوة للجميع وأعلى من الجميع وأفضل من الجميع، وهذا هو ما يجب أن يعتقد به وفيه. أحيانا بعض السلوكات اللي ربما تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويبنى عليها كأنها اجتهاد وكأنها تميز بين جانب العصمة جانب الدين في الرسول وجانب الجانب الاجتماعي في الرسول، كأنه لهنا يكون إنسان عادي يخطئ ويصيب باعتبار بشرا، ولهنا جانب النبوة حتى اللي تقول الآية سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، لكن راه لهنا يلزم نفهم العلاقة أو على الأقل كما فهمها بعض الباحثين والدارسين، سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذه أهم ميزة تميز الأنبياء والرسل ومنهم سيد الخلق عليه السلام، هو بشر رسول. ولهنا مثل مش فصل بين البشرية والرسولية، هما خطان يكملوا حقيقة الرسول بالمعنى العرفاني والمعنى العقائدي والعلمي و صحيح في جانب البشر اللي هو ستصل من خلاله مع البشر بشكل القدوة البشر، وفيه الجانب الرسولي أو الرسالي الذي سيرتفع بالجانب البشري اللي فيه، ولهنا الاصطفاء للأنبياء والرسل بشغله في مقام يتبع يختلف عن مقامات الناس الآخرين على اختلاف مستوياتهم العلمية والسلوكية والذهنية وغيرها. فبعض الدراسات تقول لهنا راه لا فصل بين جانبه البشري وجانبه الرسولي ويتكاملوا، وهكذا باش يكون يخدم الجانب الإنساني البشري من ناحية
ويكون فيه أيضا الجانب الآخر، المقام الآخر هو مقام علو، مقام النبوة والرسالة، وهي في حد ذاتها النبوة مش تخدم الجانب البشري، فهمت؟ سواء كان الجانب البشري في الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الجانب البشري في الإنسانية جمع، في الإنسانية جمعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يجتهد اجتهاده موجه من الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان هو يعني نرى فيه أن والجانب هذا يعني جانب نحن نرووه أنه هو يعني من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يوجهه الله سبحانه وتعالى فيما يقول وفيما يفعل. سمعينا الأفاضل، نخرج فاصل ثم نعود، فلا تذهبوا بعيدا. إذا كل نهار جمعة على الحياة فهم المستمع إذاعة الحياة فهم قيروان للصحة، ودنا والعود وأحمد إلى برنامجكم إضاءات الذي يبث يوم الجمعة الساعة يعني ساعتين ونصف حتى حدود الساعة الرابعة، ولكم الاتصال على الخط 70-035-120 70-035-120. أتأمل المكالمات أختنا أنس همام. موضوع الحصة اليوم هو موضوع هام وموضوع يعني يطرح ولا يزال ما دام الإنسان يعني حيا على قيد الحياة، ما دام هذه المسألة يعني مطروح، هذه المسألة مطروحة علاقة السنة بالقرآن. كنا يعني نتكلم في مسألة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يمكن أن يجتهد هو مجتهد وهو غير مجتهد، ورأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد، ولكن هذا الاجتهاد دائما يعني موصول بربه. سي خالد، هذه الرسالة العظيمة يعني وهي رسالة تبليغ القرآن الذي هو هداية، هي بطبيعة الحال تتطلب أن من يبلغها يكون يعني قد أعده الله لذلك. فنريد أن نقف على أنه الله سبحانه وتعالى كيف أعد عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة، لهذه المهمة العظيمة. لكن يبدو أنه ثم اتصال، كولا إذا كان ثم اتصال ناخذه. ألو ألو، عليكم السلام. السلام، مرحبا. وعليكم السلام عايش. مرحبا. أنا مستمع من قيروان ونثمن الموضوع اللي مواضيع الكل اللي تطرحوها معنا. اي مرحبا مرحبا عايش. وفما موضوع بالله ماذا بيه تطرحوه معناتها الأيامات، يتسألوا برشا عباد علاش شنو سبب العنف في المدارس، شنو سبب في معناتها الصغار هذيا علاش ولا عندها برشا عنف. يعني فما حاجة مهمة غافلين عليها برشا معناتها برشا مسؤولين وبرشا يعني أيمة وكل شيء، عليهم تطرقوش الموضوع مثلا فري فاير الظاهرة هذيا القصيرة هذيا، عليهم تطرقوا ليش؟ هو شكرا. وان كان احنا في برنامج اضاءات كنا قد تعرضنا يعني للموضوع هذايا وتكلمنا فيه، ولكن تعرف الموضوع هذايا راهو فيه يعني يلزم يدخلوا فيه برشا اطراف، مش يعني كان مش كان احنا يعني البلاد كامله يلزم تتدخل في هذا. صحيح هذه الظاهره موجوده، ظاهره معناتها مش عاديه، مش كل لعبه وكهو ولا شي لعبه وعدي. نعم نعم، هي ظاهره كامله. كي تدخل كي تتمعن فيها وكي تشوف شنو اللي فيها معناها راهو شيء خطير. القتل معناتها وانواع سلاحات ومعناتها شيء ما يتشافش. إذا كان احنا نسكتوا على الشيء هذايا وبعد نسألوا شنو ما سبب العنف، ظاهر سبب العنف شنو هو. وحاجة أخرى معناتها موضوع آخر ماذا بيه زادة تطرحوه هذايا معناتها موضوع السحر والشعوذة. أنا نراه والله حاجة مش جديدة، ما هي إلا إلهاء للرأي العام وكهو، مش أول مرة ما تصارت ناس مبهورة الأيامات مبهورة بالسحر والشعوذة اللي قاعدين يظهروا كل شيء. قلت عليها أول مرة صارت الحكاية وهي ما تصارت، وسمعنا بها قبل وتحيلوا وسمعنا هاو شدوا وهاو فاقوا بواحد خذاذه بيت عبيد وهاو معناتها توا معناتها شوف أنت حلان كي يحب يركز على حاجة يركز عليه، يحب يتفه حاجة يتفهها معناها بنتني. يعني تقولش علينا نحن توا، تقولش علينا مشكلتنا كان الجنون وكان الجن العاشق في البلاد هذيا معناها الأيامات النهار. شو وين يعني أغذر الإعلام، وين الدعم للقضية الفلسطينية في بعض الإذاعات، في
ببعض مثلا في نهار الجمعة كما هكا تلقى مواضيع خارجة هكا، واحنا خاصة في شهر شوال تحسهم خارجين على الموضوع في دنيتهم، في فما إعلاميين وفما معتبرامش تحسهم في دنيتهم مش مواكبين بالكل. وموضوع السحر والشعوذة هذا مش أول مرة، معناتها الناس اللي تسمع فيه متخليهم ما تتعداش عليكم الحكاية هذيا وتقعدوا معناتها مبهورين بال، مش أول مرة راي ما هي إلا إلهاء ليكم أنتم وإلهاء للرأي العام، كأني عنا كان جنون في البلاد هذيا، مشكلتنا كان الجنون وكان الجن العاشق وكان الحكايات اللي منذ الأزل هي أصلا منذ الأزل لما كيحبوا يركزوا عليها ما كيحبوا يلهيونا بحاجة يلهيونا. وحاجة أخرى معناتها توا هما يجيوا في يستنكروا ويقولوا معناتها هاو كيفاش يعتدي على النساء ويفك لهم ويتحايل لهم كل شيء، وأرجع لهم أنت في رأس العام مثلا حتى تلقاهم محلقين عندهم وهذايا برجك كذا وهذا عسلامة نحب نعرف برجي الفلاني شنو، يبداو محلقين في الاستوديوات شنو معناتها انت تستنكر وتقول اعتداو وسرقوا وعملوا كل شيء وحيلوا على الناس وبعد تلقاهم محلقين عندكم في البرامج نتاعكم، فهمتني جايبينهم كانوا مشجعوا فيهم معناتها يشجعوا فيهم ويعملوا لهم في اشهار، شنو هي الفائده؟ يعني يستهبلوا في العقولات يستحمروا في العقولات شنو هي؟ انا نحب نسالك سؤال سامحني، يعني فيما ذهبت اليه يعني هو موجود وصحيح وسنحاول ان نتناول مثل هذه المواضيع، ولكن انا باش نسالك سؤال، اسمعني في السؤال هذا، باش نسالك سؤال، هذه يعني الشعوذة والمشيان للسحرة والمشيان للكهنة ألا يرجع إلى ضعف الإيمان، ضعف علاقة بربي سبحانه وتعالى؟ حاجة ذكرتني بها، حاجة مهمة ذكرتني بها، زي اللي هو التصحر الديني. التصحر الديني ومعناتها الدين مغيب في ياسر المناسبات، حاجة ولات حاجة معناتها الطابو ولا كيف يقولوها، معناتها حاجة مغيبة شوية هكا في رمضان كي معناتها ديننا ترجع له قيمته، معناتها فهمتني، وديننا مغيب برشا في برشا بلايص معناتها في الإعلام هكا شوية نراو في خطبة الجمعة ما كانش بقية الأيامات ياسر تصحر ديني، اسمعني شوية هو قلة نعم. الدين وقلة الوطنية. اسمعني أبقى في الاستماع معنا. هو السيد المتفقد التعليم الإعدادي والثانوي وهو أستاذ باحث سيكون معك في المباشر، تفضل سي خالد في المباشر، تفضل عندكش تعقيب. شكرا سي غزر، مرحبا بالسادة المستمعين الكل، مرحبا بك أختنا. الموضوع اللي أشرت له أنت العنف المدرسي يعني تناولناه في لقاء سابق، ولكن هذا ما ينفيش اللي نجم نتناولوه إن شاء الله في الليمات القادمة، خاصة أنه كما حكيت أنت ثم الظاهرة هذه ماشية وتتوسع بل حتى في الليمات الأخيرة، أنا لاحظت اللي حتى في المراحل الابتدائية ثم ظاهرة عنف غير مسبوق وغير معهودة. نعم. بالوسائل اللي حكيتها انت الأخت المستمعة، ولهنا ربما أيضا ذكروا السادة المسؤولين في الإدارات سواء في الابتدائي ولا في الثانوي ولا في الإعدادي ولا حتى في الجامعة في جميع المؤسسات أنه يقوموا بأدوارهم على أحسن وجه، يراقبوا التلامذة، يهتموا بهم أكثر، يلزم يطبقوا بعض القوانين اللي لازم تطبق في الوقت اللي يكون ثم عنف وعنف ثابت من خلال بعض التلامذة. في أحد المؤسسات مثلا يوم أمس تقريبا ثم شكون استعمل الغاز نعم داخل القسم وغيرها، ربما احنا نسمع بعض السلوكيات وبعض المظاهر، ربما بعض الأشياء ما نسمعوش بها. هو العنف هذه من المواضيع اللي عندها سنوات وتم تناولها في مستويات مختلفة، في ندوات، في وسائل الإعلام، في إذاعات، في محاضرات، في اجتماعات، في تكوين، وإن شاء الله في المستقبل نتناول الموضوع هذا وغير المواضيع. موضوع السحر اللي أشرت له أيضا هو رأى الموضوع هذا قديم جدا معنا، ويمكن أول ما بدأ مع الجنة اللي كانوا مع سيدنا سليمان عليه السلام، من غادي بدأت هذه الظاهرة وعندها تاريخ طويل وعندها أتباعها وعندها ناس اللي مغرومة بها، ولكن أيضا ثم موقف شرعي ربما في الإبان تناولوا الموضوع هذا مع سيرة زي. شكرا مستمعتنا، مازلت معنا عندك مدير نحب نقول معناتها هذه فما حاجات معناتها نتسائل ونحن
خاصة ريتنا نحن مثلا في المدة هذية في بعد العيد كي نقصد بعد رمضان في المدة هذية كل عام فما برشا ظواهر تكسر. الناس تقعد تتسائل شباه البلاد ولا تهكى، شباه الدنيا ولا تهكى. انتم قولوا لهم انتم اللي رضيتوا، انتم اللي رضيتوا بياسر حاجات تدخل داركم، رضيتوا بمسلسلات لا أراك الله مكروه تدخل داركم. لذا ما ارضاو معناتها ارضا انت ام ولا ابو ولا فهمتني ولي رضيت انك مسلسل يوسخ لنا ديننا، يوسخ المراه التونسيه، يوسخ معناتها شهر رمضان الفضيل اللي هو شهر القران في عز في شهر ربي والصيام، ارضى معناتها باللي باش يصير من بعد، ارضى معناتها قول هذيك هي الدنيا. فهمتوني شنو مقصودي معناها؟ اللي 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 ربما قال ربي سبحانه وتعالى ذلك بما كسبت ايديكم، ذلك أي بما كسبت ايدي الناس وما ظلمناهم ولكن أي انفسهم يظلمون. ما اي احنا معناتها اللي ما عرفناش نختاروا، ما عرفناش نختاروا برامجنا، ما عرفناش نختاروا شكون من الناس اللي هكا ينشقوا عليهم الصغيرات، فهمتني؟ ما عرفنيش معناتها رضينا بياسر حاجات، رضينا نتفرجوا في المسلسل هذاك، رضينا نتبعوا يعني يعني كالاعلاميين اللي يبداوا يعملوا في حركات مش باهيه وكل شيء. هاو معاك اختنا الفاضله، ابقى معنا. هاو معاك استاذنا الفاضل سي جمال سعيدي، معاك مش يتدخل في الموضوع هذا. كلمه لك سي جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. تو موضوع العنف المدرسي والعنف في الشارع والعنف حيثما وليت وجهك هناك عنف، هو حتى سحر عنف. اي هو سحر عنف على العقل، جني على العلم. نعم نعم. العنف منتشر مع الاسف في جميع، انت حتى في الشارع عنف، ولا التونسي يعيش نوع من الضغط النفسي. وهل داخل في ديارنا هذا مش عنف؟ يعني هذا اللي تفرجوا فيه علاقاتنا، يعني عنف للعقوليه، عنف غير مباشر. نحن مقمحون في العنف مع الاسف. شنو الاسباب وشنو طرق العلاج؟ الاسباب عديده ومتعدده. ذكرت قلت وسائل الاعلام، نعم انا ماشي معك على طول. وسائل الاعلام هي وسائل من تجهيل، هي وسائل هزنا الهاويه. دخلت الاسر بتاعنا، فرقعت الاسره. وسائل الإعلام فرقعت فجرت الأسرة بالداخل. إلا من رحم ربي كان. إلا من رحم ربي. نحن داخل الأسرة، نحن الأب والأم أحيانا يكونوا وسائل دفاع ولكن وسائل الهجوم أقوى. هو المثل شي يقول لك راهو هدام يغلب ألف بناي، فما بالك ألف هدام وبناي واحد. الهدم عملية سهلة، جي حيط نحي منه يجور يتيح بكله. وعملية البناء هي صعبة. معتك تهدم ومعت هدم الأسرة مش العملية مقصودة. مقصودة متى برامج التعليم في حديث ويلزم، وإحنا كرجال تعليم نعيش في 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 العنف، نحن نعيش في العنف. إحنا مش نوسعوا بينا تروي يقتل واحد، يقتل تلميذ يضحك يجد حبس، تلميذ يجي سرويره مشرمط، يجيك شعر وين كديك ويبدي يوضع في كلوروفين، عمو 20 سنة يوضع في كلوروفين. تلميذ بجلم نحل وذن متاع أستاذ بجلم وبالعنف والكلام البذيء حتى داخل مؤسسات تربوية. نحكيك وبعد يقول لك معناتها الفنان الفلاني خطيه، الممثل الفلاني خطيه، معناتها اللي تأثروا بهم وكل شيء يقول لك خطيهم، هذوكم آخر ناس، هذوكم يتفرجوا فيهم اغزروا بركه للكوارث. أيوه. اللي يفرقوا أيوه. فيها مؤسسات التربويه والاعلام. الاعلام مش قاعد يعمل، الاعلام قاعد يدمر في المجتمع. اعلام الفسد والله قاعد الهدف الوحيد من تلقى بنات 50 غرام دبش يعتبروها هذيك رمز ثقافي، ويجيبوا واحد فهمت اللي الكوليك وشنو عنده شعر كشبيش وشنو مقطع وشنو طايح، يجيبوا هذاك رمز ثقافي ويقتدي به اولادنا، يقتدوا به في اولادنا يقتدوا به يعملوه قدوه. أردت أن تهدم مجتمع أضرب القدوة. المعلم ما عادش قدوة، الأستاذ ما عادش قدوة. شكون القدوة نتاع الجيل؟ هو الكوارجي، هو الرافور، هو فهمت احترام مع احترام من الكور، علي شوارب ولا شوارب، ولا علي شوارب هذاك القدوة. وأولاد مفيدة وكل وأولاد مفيدة حكينا قبل على علقنا على أولاد مفيدة. لماذا لا ينسب الأبناء إلى آبائهم؟ ريت التلميذ سيد قلت له ولد شكون؟ قال لي ولد سميرة. قلت له سميرة ما نعرف ايش سميرة هذه.
لنعرف ادعوهم لابائهم. شوف التاثير كيفاش على كل حال. حتى التلميذ كي تسال ولد شكون كنا ولد ولد امه هذا عصر غريب. اختنا الفاضله يعطيك الصحه في التدخل نتاعك، وهذا يدل على شيء، يدل على انكم تتبعوا في برنامجنا، وعلى ان برنامجنا هذا برنامج اذاعات قاعد يكتسح وقاعد انه يلعب دور في التثقيف الديني، في التثقيف الديني. ومساله هذه مساله يعني سواء كان يعني هذه العنف في المؤسسات التعليميه والا ايضا العنف اللي دخل ديارنا عبر الفضائيات وعبر هو مسؤوليه الجميع، وكل يلعب دور في انه هما هذوما وليداتنا، ما جبناهمش من برا، هما وليداتنا، لابد انه كل واحد يلعب دوره كاباء كامهات كاطار يعني تعليمي، والدوله زادت تلعب دورها. راهو شوف راهي الشيء كثر، وبصراحه يعني اللي نشوفوا فيه ما يشجعش، واللي نشوفوا فيه ما يبنيش، واللي نشوفوا فيه ربما انه معضله كبيره. فكل يحذر ان يؤتى الامر من مكانه. ان شاء الله اتصل بنا في لقاء اخر ونوضحوا عده نقاط. مع الشكر الى اللقاء اختنا الفاضله. نعود لك سي خالد ونحن نتكلم عن علاقه السنه بالقران. قلت السؤال المطروح يعني المهمه التي كلف بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مهمه التبليغ، تبليغ هذا القران، هذه الهدايه. يعني الله سبحانه وتعالى اعد رسول محمد صلى الله عليه وسلم لهذه المهمه. نتكلم في هذا الاعداد لانه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم مهمة عظيمة لا شك، وأن الله قد أعده لهذه المهمة حتى يتبين للناس أن هذا النبي مصطفى، مش هكاك يعني بالسهولة أنك ما تجي تكلم في محمد كأنه يبيع في البطاطا ولا يبيع في الطماطم معك. تفضل كلمة لك. شكرا سي الأزهر. من النقاط اللي ضروري أن نضيء عليها هو في حقيقة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. المعروف أنه هو عرفاته البشرية في لحظة تاريخية معينة، نعم، لحظة الولادة، وثم لحظة نزول الوحي وتبليغ الوحي وتحمل الرسالة. هذا في بالنسبة للعرفانيين يميزوا بين عالمين، ثم عالم الملك ثم عالم الملكوت، نعم، عالم الذرة، عالم الروح ما قبل حتى الوجود الحقيقي هذا المادي اللي هو أيضا سيتحول في لحظة ما إلى عالم آخر. الرسول صلى الله عليه وآله في حديث مع الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري يقول له يا جابر هل تعلم، يعني في الحديث أول ما خلق الله، يعني هو سؤال تعليمي لنا، نعم، طرقنا على السؤال في الحصة السابقة، نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجيب هذا الصحابي جابر بن عبد الأنصاري يقول له يا جابر أول ما خلق الله، ولهنا نذكر أيضا بقيمة علم من علوم الحديث اسمه علم فقه الحديث، كيف نقرأ الحديث، كيف نفهم، نعم، الحديث، نعم، وحنا نقول نحكي قبل شوية على مفهوم القراءة بأي معنى. قل له يا جابر أول ما خلق الله خلق نور نبيكم، ولهنا نجم السادة العلماء اللي يكون اختصاصها أن يتفاعلوا معنا في هذا الجانب، يعني أول ما خلق هو النور، ثم إذن أول ما خلق الله خلق نور نبيكم ومنه خلق كل خير. هذا في علاقة حتى بأصل العالم، احنا كنا حكينا في نقاط وربما نواصل في اللقاءات السابقة على الفهم العلمي للقرآن ثم للسنة. احنا مش نواصله في الموضوع ان شاء الله بإذن الله. اذا اول ما خلق الله راهي دي في المطلق، حتى ما قبل السماوات والأرض وبقية العوالم الأخرى، بعد الرواية ثم 40 عالم يشبه العالم هالمجرة هذه. نعم. إذن اول ما خلق الله خلق نور نبينا محمد صلى الله عليه وآله ومنه خلق كل خير. الله سبحانه وتعالى أفضل المخلوقات وأقدسهم وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى هو شخص محمد صلى الله عليه وسلم، هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهو السيد الأنبياء. ولهنا أيضا كلمة سيد، سيد الخلق وسيد الأنبياء، مش كلمة هكا تقال ونمر عليها. ما معنى أنه سيد الخلق وسيد الأنبياء عليهم السلام جميعا؟ لأنه المولى سبحانه وتعالى اختاره وقربه إليه وجعله حبيبه، والحبيب هو أقرب مخلوق إلى المحب، فهو أقرب مخلوق إلى الله سبحانه وتعالى، فهو أفضل وأكرم مخلوق في جميع المخلوقات، بل أنه كل الكون فيما بعد خلق من نوره عليه الصلاة والسلام، وادخره الله سبحانه وتعالى، هو اختاره وفضله وادخره ليكون خاتم الرسالات. في الآية القرآنية تقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نعم،
وشرف محمد صلى الله عليه وسلم بأن يكون هو المبلغ لهذا الدين. إذن لو أن يأتي في خاتمة البعثات هذا فيه المفهوم الإيجابي واللي هو عنده علاقة بمقام محمد صلى الله عليه وآله، أنه سيواصل ما بدأه كل الأنبياء الذين سبقوه، وهو الذي سيختم، وهو الذي سيشمل كل ما سبق من رسالات ومن نبوات. في جواب عن سؤالك كيف أعده، الرسول صلى الله عليه وآله يقول في حديث أدبني ربي فأحسن تأديبي. أيضا أنه العلم النبوي، علم الرسول صلى الله عليه وآله، هو علم لدني، لذلك في مدلول كلمة اقرأ، مش لأنه هو يجهل القراءة والكتابة كما يظن الكثيرون. نعم. وإلا إحنا ما نجموش نأخذ العلم من إنسان لا يقرأ ولا يكتب وليست له الخلفية العلمية. في الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله يقول أنا مدينة العلم، ومن أراد مدينة فليأتي الباب وعلي بابها. نعم. في بعض الروايات. إذن فالرسول صلى الله عليه وآله هو من أفضل وخيرة ما خلق الله، بل اصطفاه على جميع الخلق وعلى جميع الكائنات والمخلوقات، وأدبه وأهله وكونه ليكون في هذا المقام. بل في بعض الروايات وبعض النصوص أنه أعطاه من المقام ما لا يدرك، حتى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما كان في رحلة تشبه رحلة الإسراء والمعراج وفي عالم الملكوت، كشفه الله على حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم وآله، ومن بين هذه الحقيقة هي أنواره، أن شاف سيدنا إبراهيم عليه السلام نور عظيم، فسأل المولى سبحانه وتعالى عن طريق جبريل لمن هذا النور، قال له هذا نور سيد الأنبياء، هذا نور خاتم الأنبياء عليهم السلام. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال له يا ربي ملا اجعلني من أتباعه، والآية اللي تقول أنه إبراهيم عليه السلام جاء بقلب سليم، يعني سلم وأدرك أن هذا المقام الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم مقام لا يدرك، وهو أعلى وأشرف مقام. ولهنا يمكن نزيد نقرب الصورة شوية لسيد المستمعين، وقت اللي نشوفه في الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أنه صحيح نكرروها برشا ويوميا الشهادة بهاللفظتين أو بالجملتين، لكن لو كانت توقف شوية عند دلالتها، عند الدلالة العميقة اللي فيها المولى سبحانه وتعالى مع جميع الأنبياء، مع جميع الخلق بما فيهم الإنس والجن، الكل حتى الكواكب كلها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني رأوا هذا مقام لا يدرك حتى مع خير الأنبياء والرسل السابقين. شكرا سي خال. احنا أردنا نتكلم عن هذه المنزلة حتى يتبين لمستمعينا ويتبين لمن ربما أنه يريد أن يتعدى على هذه المنزلة. صحيح. ولا يعطيها قيمتها، تبين له هذه المنزلة. سي جمال، الله سبحانه وتعالى لما قرن اسمه باسم رسول محمد صلى الله عليه وسلم ليس يعني من العبث وليس من الهين يعني هكذا، حتى أن قيل وأن آدم تيب عليه، يعني تابع عليه الله سبحانه تاب عليه الله سبحانه وتعالى، قال توسل إليه بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال له يعني من أين عرفت؟ قال لقد رأيت مكتوبا على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أن هذا الذي قرنته باسمك له من له منزل. إذن قلت هذا الاقتران يعني بين في الشهادتين بين الله والرسول صلى الله عليه وسلم هو يترجم عن منزلة معينة تغيب عن يعني كثير من الناس نريد أن نقف عليها أكثر، ولكن قوسين وإضافة السؤال كذا مع وضحت جمال هم مش نخرج فاصل ثم نعود ونعطيك الكلمة. سؤالك أنت سي الأزهر، وحتى اسم محمد صلى الله عليه هو مشتق من اسم من أسماء الله، هذا المحمود وهذا محمد. نعم شكرا. مستمعينا الأفاضل نخرج ثم نعود فلا تذهبوا بعيدا. إذا كل نهار جمعة على الحياة دافر. أهلا وسهلا مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم من جديد في برنامجكم إذاءات في إذاعتكم المفضلة إذاعة الحياة دافام القيروان للصحة. ما زلنا مع علاقة السنة بالقرآن. سي جمال، كنت قد سألتك يعني هذه العلاقة، يعني أن الله سبحانه وتعالى قرن اسمه باسم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الاقتران يعني ليس هينا وله يعني دلالة وله بعد، كما أن يعني سيدنا آدم لما تاب توسل بمحمد صلى الله عليه وسلم قال له يعني
من أين لك ذلك؟ قال لقد رأيت مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعرفت أن هذا الذي قرنت اسمك باسمه له منزل عندك، وهذه المنزلة هي في النهاية قيمة. ثم لما نبحث في النصوص نحن نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذي بحذوة كبيرة من قبل ربه سبحانه وتعالى، فقال يعني شهادة فيه من الله، وأنك لا على خلق عظيم، هذه من الله سبحانه وتعالى، من خالقه، ليست من الناس. وهو الذي يعني تقول فيه السيدة عائشة كان قرآن يمشي على الأرض، وكان قرآن يمشي، يعني كل هذا وغيره يعني يعطي منزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيمة غابت عن ذهن الناس، خاصة في هذا الزمن. وربما يعني لما غابت هذه يعني الصورة فغابت القدوة الحسنة، يعني ولا تو قدوتك مزاودي، قدوتك نعرفش أنا شطاح، قدوتك كوارجي، قدوتك فهمت. أما الرسول صلى الله عليه وسلم مغيب، يعني كلمة لك في هذا الإطار. الحديث عن منزلة الرسول صلى الله وعلاقته بربه يطول، فقد قال صلى الله عليه وسلم أنا خير ولدي ابن آدم ولا فخر. نعم، وهذا أيضا ما ذهب إليه إخوان الصفاء وخلان الوفاء. نعم، هم الشيعة الإسماعيلية قالوا بأزلية الرسول صلى الله عليه وسلم، وجوده وجود أزلي، وهم يضيفون آل البيت إلى جانب الرسول، ولكن تصديقا لما ذهب إليه الشيخ خالد فالرسول وجد قبل الخلق جميعا. نعم، وبه هو الوحيد الذي حسب ما ورد في النصوص هو الذي قادر أن يشفع يوم القيامة، بقية الأنبياء لا حق لهم في الشفاعة، آدم نفسه لا حق، ويلتجئ إليه الناس يوم القيامة يطلبون الشفاعة من آدم، ثم يمرون إلى نوح، ثم إلى بقية الأنبياء، ويحيلونهم إلى محمد. والله سبحانه وتعالى قد قسم القيامة بينه وبين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جعلها قسمة بينه، وهو شفيعنا يوم القيامة إن شاء الله. واقتران اسم الله باسمه اقتران يدل على المكانة العظيمة التي يحتلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا يفترض أن يكون قدوة للمسلمين، ولكن لا نفهم معنى القدوة ما لم ندرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة المغيبة في إعلامنا، في برامج تعليمنا، فنحن ندرك عظمته لو درسنا سيرته. شكرا سي جمال فيما ذهبت إليه، وهو مهم جدا، لأنك يعني أوحيت لي بأن أطرح سؤالا آخر وسأطرحه على أستاذنا الفضل سي خالد. سي خالد، هذه العلاقة التلازمية في الشهادة، يعني لا تقبل الجزء الأول بالجزء الثاني، ولا يقبل الجزء الثاني بالجزء الأول، لما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما تبعات هذه الشهادة؟ تبعاتها ليس هو قول فقط، هناك تبعات، فنريد أن نقف على بعض هذه التبعات حتى يتبين لمستمعينا أن الأمر ليس كلام، وإنما هو فعل وممارسة. تفضل كلمة لك. بالفعل سي نزهر، هي علاقة شرطية تلازمية. نعم، أنه الشهادتان اللي هما مفتاح التوحيد، مصداقهم وأثارهم نتعجم ما تحقق إلا ما يكون الرسول محمد صلى الله عليه حاضر مع النطق بشهادة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قرن اسم محمد اللي احنا قلنا هو اسم الله هو المحمود، ومحمد هو المحمد من الحمد. نعم، فاشتق اسمه من اسمي ليبين أو يدلل أيضا على مكانتي ورفعتي وشرفي هذا المخلوق اللي هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا كي نحب نحكي على التبعات، وهذا يعرفوه الكثير من الباحثين والدارسين وحتى بعض الدعاة والخطباء وغيرهم، أنه حتى في الدعاء اللي هو سلاح الأنبياء عليهم السلام، الدعاء والمطالب لا تقبل إلا عندما نفتتح الدعاء بعد بتبيع البسملة والاستعادة والحمد الصلاة على محمد وآل محمد، وأن نختم بالصلاة على محمد وآل محمد. ونحن يقول فيها الرسول يقول الله كريم، وما يقبلش المدخل نتاع الدعاء اللي احنا ذكرنا فيه محمد صلى الله عليه وسلم عليه واختمنا به. فالله سبحانه وتعالى من بين العهود التي أخذها على نفسي أن يقبل كل ما جاء من خلال محمد وأهل بيته عليه السلام. من ذلك اللي ذكرته أنت سي الأزهر في مخص آدم عليه السلام، وبعد الخطيئة بين قوسين التي وقعت، وكان في لحظة نزول يعني ما بين السماوات والأراضين،
حتى في بعض الروايات أنه وجهه اللون الوجه تغير أصبح لون يميل إلى السواد أو السمرة. وكان نادم وكان حاس بعظمة تلك الخطيئة التي قام بها. فجاءه جبريل عليه السلام وهو في ذاك المكان في الزمان والمكان، قال له إذا كانت حب المولى سبحانه وتعالى بعد بتبع مشاعر بالندم، يعني هو كان مدخل وعلامة التوبة والخروج عن أو الخطيئة، قال له أعظم مخلوق للمولى سبحانه وتعالى لله هو محمد، وهذا سابق في علم الله بالطبيعة. نعم. هو كله هذا نعم. لمقاصد ولمآلات نعم. معينة نعم. قال له فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بمحمد وآل بيته وعليهم السلام سيغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. وقالش في الآية القرآنية فتاب عليه، فتوسل آدم إلى السلام بكلمات نعم. الكلمات هما محمد وآل بيته وعليهم السلام في الكثير من التفسير والروايات والتأويلات، وهو حقيقة الأمر تقريبا. المهم هناك توسل برسول الله، توسل نعم. برسول الله وآل بيته، فلأن آل بيته هما منه نعم، هو أقول من نوري خلق نعم. أول ما خلق من نور محمد هم آل بيته، أقرب الناس ليه. وكليش كي نرجع للآيات القرآنية كلها، وإحنا كنا موضوعنا القرآن والسنة نعم. نقل القرآن من الفاتحة حتى سورة الناس، كل الأنبياء عليهم السلام والرسل يقولوا إن أجري إلا على الله، يعني الرسالة العظيمة اللي باش يبلغها النبي أو الرسول لقومه وباش يتحمل من أجلها الكثير من المشاق والتبعات والتضحيات، أجرها يقول إن أجري إلا على الله الوحيد الذي يقول. تعرفوا والكثيرين من السمعين يتفاجئوا توا، رسول محمد صلى الله عليه وسلم ما قالش إن أجري إلا على الله، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة، في قرباه البيت. يعني إذا كان تحبوا هالرسالة العظيمة واللي هي بتختم كل الرسالات وتشمل كل الرسالات وهي رسالة الإنسانية، إذا كان لي من أجر أو مقابل لها فودوا قرابتي اللي هم أهل بيتي، هذا أجر الوحيد اللي طلب على مكانته وفضله وعظيم فضله ومكانته. يعني الوحيد في جميع الأنبياء يقول الأجر مقابل الرسالة هذه، إذا كان تحبوا تقدم الأجر المودة في القرب، قل إنما أجري إلا الأنبياء يقول أجري على الله، ويقول المودة في القربة، حبوني في أهلي في أنا وفي أهلي، إذا كان تحبوا تقدموا لي أجر هو هذا. هذا أيضا يؤكد على وكذلك الصلاة عليه، لا هي الصلاة عليه أنت ذكرتني الرسالة، الصلاة عليه هي مفتاح استجابة الدعاء نعم. كل دعاء إذا كان حبه يا سادة المستمعين مستجاب ابدأ بالصلاة على محمد إلى محمد واختمه بذلك، وهذا بالطبع يؤكد المقام اللي يكون محكي أسي خال شكرا في مذهبت إليه، لكن نحن نريد أن نؤكد أكثر لمستمعين قوي أكل الإنسان اللي تو يسمع فينا وهو في الجبل اللي هو سارح بالعاج متاعه واللي هو سارح بالبقرات اللي هو مش ربما أنه ثقافته على حدها معناته كل وعلم، وقت يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في الجزء الثاني وأن محمد رسول الله ماذا يترتب عن هالقول هذا؟ هو شي يلزمه يعمل؟ هل أليس في ذلك أنه يجب عليه أن يلتزم بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله؟ أليس في ذلك يعني هذا في هذا الالتزام الكلمة لكسي جمال في هذا في هذا الإطار، يعني الخاطر ثم يقول لك خويا هاني يقول وكه لا لا أعطيني أنا ماذا يترتب عن وأشهد أن محمد رسول الله، ماذا يترتب عن فعلا ليس قولا، قولا قلت أما فعلا حتى يتحول الفعل القول إلى فعل. طبعا الشهادة أو شيء هي مفتاح اعتناق الإسلام، لمن لم يكن مسلما من باب الدخول إلى الإسلام ويترتب عنها العمل بما ورد في القرآن أشهد أن لا إله إلا الله نعم. التوحيد نعم. والتوحيد له دلالات متعددة ودلالات مفتحة، وأشهد أن محمد رسول الله أيضا ما يشير إلى أهمية بمعنى المعاني أهمية اتباع الرسول في سنته التشريعية. شكرا مجال التشريع. شكرا، يعني دلالة ذلك أنك تتخذ نعم أنك تتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة وتتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة نعم قارب سبحانه وتعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله قضى الله تشريع قضى الله ورسوله أن تكون لهم الخيارة من أمرهم، ورسول صلى الله عليه وسلم في التشريع قال أقوالا وفعل أفعى وفعل أفعالا، هذه الأقوال والأفعال اللي هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو صفة
هذا واجب على كل مسلم نطق بالشهادتين أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقول ويفعل وفي إقراراته. السياق هذا سيظهر تسمح هذا الآية القرآنية تقول فهو ربك، شوف لهنا الدلالة اللغوية لقوة الخطاب، فهو ربك لا يؤمنون حتى يحكم حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية هذه فيها دلالات عميقة وخطيرة في نفس الوقت. فوربك يعني قسم مغلظ وشديد لا يؤمنون. نحب نرجع حتى للعلاقة بين أشهد أن لا إله الله وأشهد محمد رسول الله. هي علاقة التوحيد، هي عظمة الخالق، منها نستمد أو نستشف نحن عظمة هذا المخلوق اللي هو محمد صلى الله عليه وآله. فوربك لا يؤمنون يعني نفي قطع نهائي، لا إيمان، لا إيمان حتى شرط يحكموك فيما شجر بينهم. شجر رو بالمعنى هك الخلاف البسيط، خلاف ما بالك بالخلافات الكبرى. وحتى أبسط حاجة بين المؤمنين إذا لم يقبلوا بتحكيم الشريعة اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هو مبلغ الشريعة ومبلغ الرسالة، اللي هو مبلغ عن الله، اللي هو حبيب الله، والحبيب هو أقصى ما يمكن أن يصله تصير العلاقة بين طرفين فأكثر. ثم ولذلك جار هذا في علاقة بمفهوم الإيمان والإسلام والإحسان والتوحيد. سبحانه هو مش يقبل فقط ترى وزيد ثم لا يجد ثم لا يجد في نفس الحرج. حتى لو كان أنت قبلت باش يكون هو حكم بينك وبين من تشاجرت معه، يعني خلاف بسيط، وتجد في نفسك ولو ذرة ولو جزء على مليار من ذرة في نفسك اللي أنت مش قابل هالحكم هذا. فالآية تقول لا إيمان لك ولا إسلام لك. شوف جمعت بين الإيمان والإسلام. فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم النتيجة نحكوا على الأثار بعد لا يجدوا في أنفسهم حتى في داخله مش بضرورة أنه خرجوا حرجا، يعني اللي هي أنك متحرج مما قضيت وما نقفوش غادي ويسلموا تسليما. وهذا معنى الإسلام، حقيقة الإيمان والإسلام اللي هو التسليم. التسليم بالأوامر الإلهية واجتناب النواهي، اللي هو وقت اللي نحبه هكا اللي انا كنت نعتقد فيه كيفاش نحوله الى سلوك والى عمل. راهو اذا كان ما نقبلش من هذا الذي المولى سبحانه قال راهو هذا رسول، هذا رسولكم وهذا احب الانبياء والرسل اليه، اذا ما تقبلش منه حكمه اللي هو حكم الله في ابسط حاجه اللي هي ماشي جار اللي هو خلاف بسيط، فلا إيمان ولا إسلام لك. ولهنا تأتي بتباع عظمة هذا محمد صلى الله عليه وسلم، وتأتي أيضا ويأتي مقام محمد صلى الله عليه وسلم، وتأتي أيضا المكانة والفضل الذي منحه الله سبحانه وتعالى لهذا المخلوق. شكرا سي خالد. سي خالد من خلال يعني ذهبت إليه بطبيعة الحال تطرح الأسئلة التالية اللي يمكن نجاوب عليها في الحصة القادمة إن شاء الله لمستمعينا. السؤال الأول، ما مدى صحة القول بأن القرآن ليس في حاجة إلى السنة؟ فهمت؟ ثم ما مدى صحة القول أو ما هي دلالة العلاقة التلازمية بين القرآن والسنة؟ ثم كيف يمكن أن نرد على هؤلاء الذين يقولون نحن يعني أن القرآن اشتمل على كل شيء بدليل قوله تعالى يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ ثم نقف عند اللي هو نفس القرآن سيظهر للعمل القرآن والسنة ذكر لتبين للناس ما نزل إليه. نعم هذا مش نتولوه إن شاء الله في الحصة القادمة. مستمعينا الأفاضل وصلنا إلى خاتمة الحصة، نشكركم على الاستماع كما نشكر سادتنا الأفاضل سي خالد وسي جمال، كذلك الشكر موصول سي نوفل سي سهيل في الإخراج والتأثيث، مع تحيات تقديم البرنامج مقدم البرنامج الأزهر بن علي البريكي. شكرا وإلى اللقاء. إذا كل نهار جمعة على الحياة فارغة.